الوجبات السريعة مضرة ومشبعة بالزيوت والدهون هي تجارة أكيد مربحة لأصحابها، بس نحن اللي عم نخسر مال وصحة كل يوم. تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الدهون والسكريات المركزة، بتتراكم بأجسامنا لنوصل للبدانة اللي ممكن تسبب الوفاة. ما تحرم حالك من قصص بتحبها بس كرمال الأكل، الأكل مش كل شي. هالوجبات جامدة وصلبة، بتأدي لتصلب الشرايين وأمراض القلب ومرض السرطان ومرض السكري، خاصة مع شرب المياه الغازية. الرياضة تعتبر حل من الحلول لتفادي المشاكل الناتجة عن هالوجبات اللي بتخلي المستهلكين مصابين بالإحباط والخجل، وبيتغير سلوكهم نحو العنف، سرعة الغضب والاكتئاب، كما أن الرياضة بتساعد على حرق الدهون المتراكمة. تمارين مع الأكل الصحي أفضل طريقتين للتخلص من سموم الوجبات السريعة، ولو أخذت وقت طويل النتيجة على الأغلب إيجابية. بالنهاية جسمنا مثل بيتنا، لازم نحافظ عليه.